تم افتتاح فيلم يوم وليلة للفنان العالمي المتميز خالد النبوي، ويبدو انه يعني الايام دي والشهور دي هي ايام التميز لخالد، اعمال ناجحة ورا بعض، المسلسل وبعدين الفيلم، وخالد يعني قام بجولة وطاف بعدد من دور العرض وحضر مع الجمهور الفيلم، واضح انه منصور الدهبي حبيب زملاته، عامل شغل جامد. معانا الفنان خالد النبوي، اهلا بيك خالد. اهلا بيك يا عمرو يا حبيب زملاتك. انت حبيب زملاتك كله. الله يخليك، ميرسي. واضح انه شخصيه مفتريه. شخصيه حلوه بصراحه. انا يعني عايز اولا اقول لك مساء الخير، ولكل الناس عندك في البرنامج مساء الخير، وللي بيتفرجوا عليك طبعا. أنا يعني عايز أقدم التحية والشكر لكل صناع الفيلم ولكل الجمهور اللي بيروح ويتفرج على الفيلم وبسمع رأيه كل ليلة في عز البرد. طبعا بصراحة يعني النهاردة في عز البرد أنا كنت في السينما، كنت يعني في واحدة من السينمات، مش عايز أقول الأسماء عشان ما يبقاش إعلان على الهواء، إنما الجمهور بيتكلم عن يوم وليلة حلو جدا، مستقبله حلو جدا،